كنت أحلم بمستقبل أفضل، فخرجت مع الثوار بساحة التغيير، لعلنا نمسك القرار وحرية الاختيار. أحلم بتغيير الوضع، فتم ما تم من تغيير، وشاءت الأقدار أن تتغير الموازين فيمسك الزمام أرباب مختلفون. تتوالى الأحداث فيغضب الجيران، فأمشي أنا بحرب ونيران، قصف وطيران، مجنون في وضع الحيران، فتهدم الحيطان ويفر الضبان لخارج الأوطان، ليهدم الجدران وحلمه يستعيد ما تبقى من أعمدة للمعبد البعيد. أزمة وحصار، حرب ودمار، وكل طرف يريد ملك القرار. في الأخير كان حلمي أن أصبح دكتور طيار، مهندس لأقود الإعمار، فأنجز وأصبح من إنجاز إلى إنجاز، فأصبح حلمي محصور بأسطوانة الغاز مواطن.